بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فإني لم أرى أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام وقلة عقلك، ومثل الإسلام هل يجهله أحد؟ سألني عنك رسول الله يقول لي: أين خالد؟ قلت له: يأتي به الله. قال لي: ما مثله يجهل الإسلام، ولو كان يجعل نكايته مع المسلمين على المشركين لكان خيرا له. فاستدرك يا أخي ما فاتك، فقد فاتتك مواطن صالحة. في السنة السادسة من العام الهجري الموافق 627 ميلادية، قرر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى العمرة لأداء مناسكها هو وأربعمائة وألف مسلمين، فشد الرحال إلى مكة ومعهم أسلحة خفيفة للدفاع عن أنفسهم في الطريق. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم حريصا جدا على سفك الدماء، إذ أوصى رفقاءه بذلك. هنا خافت قريش عن عرضها، والمسلمون قادمين لقتالهم وإخضاعهم في عقر دارهم، وزمام المبادر أصبح بيد المسلمين. واعتقدت من شأن هذا أن يخلق قتالا بين الطرفين، فأبت قريش عن مواصلة المسلمين وقطع طريقها لهم ومنعهم من دخول مكة. فسارت كتيبة نحوهم مكونة من 300 فارس على رأسها خالد بن الوليد، فحطوا رقاعهم في جراع الغميم ينتظرون المسلمين ليمنعوهم من دخول منطقة الحرام. فوصلت هذه الأخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم بنية الكفار وهو ينوي العمرة وليس ذلك. وهنا تجلت فطنة وذكاء رسول الله، إذ أمر كتيبة مكونة من 20 خيلا أن تشغل بال خالد بن الوليد ولا تشابكهم. فعندما رأى خالد أن خيالة تجول أمام عيناه، ظن أنها مقدمة الجيش المسلمين، وهو على علم أنها ستأتي بأعداد كبيرة. وفي هذه اللحظات شرع رسول الله عليه الصلاة والسلام في سلك طريقا في تلك المناطق الجبلية، دروبها ضيقة والمسير فيها شاقا، لكنه نجح صلى الله عليه وسلم بالتفادي موقع خالد. وعندما شاهد خالد غبار رتل المسلمين من خلفه، أدرك نفسه أنه محاصر وانسحب على الفور إلى مكة. وتابع المسلمون مسيرهم حتى وصلوا إلى الحديبية وعسكروا هناك. وبعد أيام تحقق للقرشيين أن المسلمين قد أتوا فعلا لأداء العمرة وليس للقتال، فجرت مفاوضات بين الفريقين وتم اتفاق على عقد هدنة التي أصبحت تعرف بصلح الحديبية، وقع عليها سهيل بن عمرو عن القرشيين والنبي صلى الله عليه وسلم نيابة عن المسلمين. وكان شروطها كالتالي: أولا، قيام هدنة بين الطرفين مدتها 10 سنوات. ثانيا، يعود المسلمون هذا العام من غير عمرة ليعودوا في العام الثاني فيؤدوها. ثالثا، عدم التزام قريش بإعادة كل مسلم يأتي إليها مرتدا عن الإسلام. رابعا، عدم قبول رجل من قريش يأتي إلى الرسول مسلما إلا بإذن وليه. خامسا، أن يكون لكل قبيلة حرية الانضمام إلى المسلمين أو القرشيين. ترى المسلمون احتجاجا على البندين الثالث والرابع، خاصة عمر بن الخطاب. مكث المسلمون في الحديبية أسبوعا وعادوا إلى ديار المدينة. وبعد عام على هذا، في 7 من العام الهجري الموافق 628 ميلادية، رجع المسلمون إلى مكة لأداء العمرة حسب الاتفاق، وخلى المشركين مكة لمدة 3 أيام. وهذا ما تم بالفعل. بدأ القرشيون يرتقبون المسلمون من الجبال، واللباس الأبيض يكسو جلدهم، وخالد بن الوليد من بين الكفار يرتقب هذا المشهد، يراقب ويشاهد، وعقله مليء بالأفكار الحربية، من بينها كيف سيكون اللقاء القادم مع المسلمين. وكأنه قد أعجب بعبقرية رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبديها عن نفسه في محاولة قمع هذه الفكرة.
جرت الأيام وحدث تغيير في تفكير خالد، ففي البدء كان يفكر بشكل رئيسي في الأمور العسكرية وحلم النصر في المعارك، وأنه يستحق الأكاليل الغار عن جدارة أعماله وبطولته مع قريش، لكن النصر معهم يفلت منه بشكل دائم. ففي غزوة أحد رأى تلك الانضباط والشجاعة وكيف استطاع المسلمون تجنب الهزيمة رغم مناورته البارعة، وفي غزوة الخندق كيف استطاعوا حماية أنفسهم وتلك الانضباط الذي رآه في صفوفهم، وأيضا كيف اندفع جيش قريش كالأسد وعاد كالفأر. وفي حملة الحديبية عندما حاول اعتراضهم تغلبت عليه عبقرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما سمع أن المسلمين بين غزوة أحد وصلح الحديبية قاموا ب28 حملة وحصدوا ثروات كثيرة، وكلما وصلت تقارير انتصارات إلى مكة كان خالد يفكر بها بشوق وتلهف ويشعر بالسرور في النفس. أصبح خالد بن الوليد معجب بنبينا عليه الصلاة والسلام بقيادته وخلقه وقوة شخصيته التي لم يجدها في أحد غيره. كيف يحرز خالد النصر وهو مسلسل الأيادي بين قريش التي تجدي الكوارث والنكبات؟ والآن أصبح خالد مشتت العقل. أرسل إليه أخاه الوليد رسالة يقول له فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فإني لم أرى أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام وقلة عقلك، ومثل الإسلام هل يجهله أحد؟ سألني عنك رسول الله يقول لي: أين خالد؟ قلت له: يأتي به الله. قال لي: ما مثله يجهل الإسلام، ولو كان يجعل نكايته مع المسلمين على المشركين لكان خيرا له. فاستدرك يا أخي ما فاتك، فقد فاتتك مواطن صالحة. عندما قرأ خالد الرسالة نشط للخروج مسرعا، وزادته رغبة في الإسلام، وأصبح مسرورا لما قاله رسول الله. وقبل خروجه بليلة رأى في المنام أنه في بلاد ضيقة جدبة، فخرج إلى بلاد خضراء واسعة. في تلك الليلة أخذ درعه وسلاحه وفرسه وانطلق صوب المدينة. ولقي خالد بن الوليد صاحبه عمرو بن العاص في طريقه أيضا للإسلام، وشدوا الرحال حتى وصلوا إلى المدينة. عندما وصل خالد إلى المدينة كان متلهف للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبل هذا ذهب ليلبس أحسن الثياب للقاء حبيب الله محمد. ودخل خالد بن الوليد على رسول الله فرأى ابتسامة طلقة في وجهه الكريم، وقلب خالد لين بشدة من تلك المنظر، ونطق الشهادتين وقال النبي: الحمد لله الذي هداك، وقد كنت أرى لك عقلا ورجوت ألا يسلمك إلا لخير. وقدموا رفقاءه على النبي فأسلموا جميعهم رضوان الله عليهم. لقد كان إيمان خالد بالدين الجديد واعتناقه إياه حافزا كبيرا زاده بسالة فوق بسالة وعزيمة فوق عزيمة. كان خالد نصرا كبيرا للدين الجديد يكاد لا يعادله، وأعز الله الإسلام بخالد كما أعزه بالإسلام. بعد إسلام خالد بثلاث أشهر سنحت له الفرصة ليظهر كجندي للدين الذي اعتنقه، وهذا كان في موقعة مؤتة